حالة من الفوضى خلفها تكدس البواخر والحاويات في ميناء أم قصر في البصرة، قابلها ارتفاع بأسعار السلع في الأسواق مع اقتراب شهر رمضان، وذلك عقب تطبيق نظام إلكتروني جديد لإنجاز معاملات السلام وتسليم البضائع. المخلصون والمعاقبون وجدوا صعوبة في التعامل مع نظام الأتمتة لإتمام معاملات التخليص في ساحة الترحيب الكبرى بميناء أم قصر قبل أن يتحول الأمر إلى مصادمات واشتباك بالأيدي بينهم وبين قوات الأمن، منتقدين الفشل الحكومي وعدم سيطرة وزارة المالية على ما وصفوه بنظام غير آمن تكفلت به شركات لبنانية بعينها مدعومة من قبل جهات متنفذة في العراق. الغريب في الأمر أن تطبيق النظام الإلكتروني الجديد في ميناء أم قصر رافقه قطع خدمة الإنترنت بعد يوم واحد من البدء به، وهما اعتبرته وزارة المالية بأنه أمر مدبر الغرض منه عرقلة اعتماد مشروع الأتمتة الإلكترونية في المنافذ والموانئ، فيما أشارت الوزيرة طيف سامي إلى جهات لم تسمها تحاول وضع العقبات والعراقيل لإفشال النظام الإلكتروني الجديد. اقتصاديون من جانبهم أكدوا أن الفساد المالي والإداري في العراق يستنزف أكثر من 70% من واردات الموانئ، مبينين أن عدم توفر الظروف المناسبة لتطبيق نظام الأتمتة للحد من عمليات التهريب وغسيل الأموال سيتسبب بتداعي اقتصاد العراق الهش أساساً بسبب تلكؤ إنجاز معاملات التخليص الجمركي، وما أدى إلى تكدس البضائع وتعطل العمل في ميناء أم قصر المنفذ البحري الوحيد للعراق وبوابته نحو العالم، والذي لطالما كان محل صراع مسلح بين الميليشيات للسيطرة عليه.